حديث الشفاعة، آدم يحولهم إلى من؟ إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وكلهم يعتذر بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط. فيعتذر ها هنا آدم، فيأتون ابنه إبراهيم وهو أبو البشر، أبو البشر الأول آدم وأبوهم الثاني نوح كما في آية الصافات: وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم. لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. يأتون إبراهيم ثم يحيلهم إلى موسى، فيقول إبراهيم: كنت خليل الرحمن من وراء وراء، أي من بعيد، وإني في موقف لا أشفع، نفسي نفسي، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. فيأتون كليم الله موسى، وأنت كليم الله، يقول: أنا كليم الله لكني لست بذاك، أي لست أهلا لهذا الموقف، اذهبوا إلى كلمة الله وروحه. فيأتون عيسى، وهؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل، وهم أفضل من يأتي الناس، لأنهم يعلمون أنهم أفضل الأنبياء والمرسلين: نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ليس أنا لها لأنه استحقها من عند نفسه، لكن لأن الله أعطاه إياه، لكنه لا يشفع حتى يأذن الله له. فيذهب عليه الصلاة والسلام آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعتذرون بذنوبهم، لأن تذكروا ذنوبهم مع أنهم تابوا منها، لكن لأن غضب الله عظيم فطنوا لذنوبهم، فكان سعيهم إلى فكاك أنفسهم، إلى فكاك أنفسهم. فإذا أتوا عيسى قال: لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم صل وسلم عليه. فيأتون إليه فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، والعرش يؤتى به يوم القيامة، له قوائم ينصب، ويأتي العرش وحده، لم يأتي الله جل وعلا بعد، لأن الله يجيء بعد ذلك: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. جاءت عند الدارمي وغيره أنه يخر أسبوعا. فيفتح الله عليه أنواع من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل، وهذا فيه أن الله يحب الثناء، وأن يثني عليه وأن يثني عليه عبده، وأعظم ما يثني العبد به على ربه أسماؤه وصفاته. لا أحد، في رواية: لا شخص أحب إليه المدح من الله، أحب إليه المدح من الله جل وعلا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا الإذن من الله للشافع بالشفاعة، ولن يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفع عنده إلا لمن يرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. نعم. هذا الشاهد من الحديث للباب: ترسل الأمانة والصلاة فتكون جنبي الصراط. الحديث فيه اختصار،
لأن الأصل في الشفاعة العظمى بعدها مراحل وبعدها أهوال، شاهدها أن الرحم تبعث والأمانة، فالشاهد للحديث الأمانة في عظيم شأنها. فمن خرج من الدنيا وهو مؤدي للأمانة، الأمانة العامة والأمانة الخاصة، يرجى له أنه يعبر على الصراط. فيمر الناس على الصراط بحسب أعمالهم، منهم من يمر كهيئة البرق أي بسرعته في إقباله وإدباره. ما الذي جعله سريعا؟ قيامه بالأمانة، أمانة التكليف، استقامته على دين الله، ونهيه النفس عن هواها، يكون عابر على الصراط بهذه السرعة. ومنهم من دونه، والحديث يدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، ومن تفاضلهم يتفاضل الثواب والنوال من الله عليهم. نعم. فيمر أولكم كالبرق، قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عند الصراط، هل عند أوله أو عند آخره؟ الله أعلم، الله أعلم. والظاهر أنه عند أوله، لأن هذا أول عبور الناس، وقد نوه الله عن الصراط بقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود هنا هو ورود الناس على الصراط، وهو متن على متن جهنم. جاء أنه يمر أسرعهم كالبرق، كيف يبدأ ويرجع، يرجع ينتهي بسرعة. ومنهم من يمر كالريح في شدتها، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل أي الخيل السراع، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب الإبل، ومنهم من يمر كأجاويد الرجال يشتد شداء أي في ركضة. ولهذا من الرجال من يسبق الخيل، ومنهم من يمر يسعى يهرول يعني، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يتثاقل، يقدم رجل ويؤخر رجل. والتي تبطئ بهذه هي أعمالهم، كما أن الذي يسرع بهم على متن الصراط هو عملهم وثواب عملهم. وعلى الصراط كلاليب، حسك، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنبتة تظهر في نجد، والآن على أشد ظهورها مع الربيع والخير، وهي شوكة نبتة السعدان، شوكة أو زهرتها تتحول إلى شوكة في جميع جهاتها، وأطرافها معكفة، ولهذا تعلق بالثياب وتعلق بالفرش وتعلق بالأرجل، لكنها كشوك السعدان مع اختلاف الحقيقة والكيفية. أمرت بخطف أقوام، والصراط كما سبق أدق من أين؟ من الشعر، وأحد من السيف، معوج، دحض، زلق، وهذا من مقامات القيامة العصيبة. فنبينا والأنبياء اللهم سلم سلم، فناج مسلم ومكدوس أي لفحته النار من هنا ومن هنا، ومكردس على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وإن من أسباب الهوي في النار من على الصراط حصائد الألسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوصاه معاذ قال كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو لسان معاذ، قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالعاقل ينتبه ويحذر،
كما تنتبه في كلامك في الجوال حتى ما يصرف عليك دراهم وتعلو بها الفاتورة، انتبه لما يصدر منك ما توبق به وتؤاخذ به إن كان في حق الله أو في حق عباد الله. نعم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. الله المستعان. بعد قعر جهنم سبعين خريفا في هوي وسقوط، وهذا يدل على أن النار دركات كما أن الجنة درجات. وقد ذكر الله هذه الدركات في النار فجعل فذكر في أسفلها ودركها الأسفل من؟ المنافقين، فقال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه سمعوا وجبة صوت ارتطم في الأرض، فقال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ سبعين خريفا الآن بلغ إلى قعره. لا إله إلا الله، دل على أنها عميقة وسحيقة وأنها دركات، لأن الله لا يظلم أحدا، فأشد الكفار وهم المنافقون في دركها الأسفل. والكفر ليسوا على درجة واحدة، منهم الوثنيون ومنهم المبدلة والمحرفة والآكلة بدين الله، وأعلى دركات النار هي لعصاة الموحدين، وهذه التي نارهم تفنى منهم بمعنى يخرجون منها فلا يبقى فيهم أحد، فترد نارهم على من أسفل منهم. ويحلف أبو هريرة بالذي نفسه بيده، وهذا حلف بصفة من صفات الله، إن جهنم لسبعون خريفا أي عمقها، والخريف اسم للسنة والمراد به في الهوي. فإذا كان هذا في نار جهنم أفلا يكون من الحري بالمؤمن أن يتقيها ويتجنبها ويسعى في فكاك نفسه ونجاته منها؟ وأعظم ذلك ومداره أن ينطرح بين يدي الله ضراعة وسؤالا وانكسارا أن الله يعتقه منها وينجيه منها. فإنه من نجا من النار سعد والله وفاز والله الفوز العظيم الذي ينجو من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حنا غرتنا هالدنيا حتى إن اهتمامنا بها أعظم من اهتمامنا بالنار وبالجنة. ولو أن اهتمامنا بالدنيا كاهتمامنا بالآخرة صلحت لنا دنيانا يا أخوان. الله لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بإسرافنا وغفلاتنا. نعم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم الله أعلم. أي دل على أنه ألف رياض الصالحين بعد صلح شرح مسلم. وش اسم شرح النووي لمسلم؟ يا طلبة العلم، أعظم شرح لمسلم شرح النووي. شو اسمه؟ المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. ما هو شرح طويل، لكن جعل الله فيه بركة حتى صار هو أحفل الشروح وأهمه على هذا الصحيح. ولم يزل أهل العلم يتعجبون من علم النووي، ترى يوم يموت عمره 44 أو 45 سنة وحوى هذه العلوم، وفق لهذا التوفيق. وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يرجع ذلك والله أعلم إلى نيته، يقول يبدو والله العالم أنها النية. نبه على ذلك في شرح أربعينه وفي شرح رياض الصالحين له عند كلامي على حديث إنما الأعمال بالنيات. المقصود أنه يذكر أن إبراهيم يقول أنا وراء وراء من باب تواضعه،
وصدق، فإن إبراهيم هو أكمل البشر بعد من؟ بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فأكمل الأنبياء والمرسلين الخليلان، وأكمل الخليلين وأفضلهما من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شاهده أنه تأتي الأمانة حافة العرش، حافة الصراط، وش ودك إذا جاءت الأمانة وشفتها؟ أنت وافي بها ولا مقصر؟ أنت مخل ولا متم؟ اعلم أنها على حافة الصراط. والرحم أيضا، هل أنت واصل لها أو قاطع؟ وهذا فيه أن العمل الصالح ينفع صاحبه، يسليه في قبره ويشفع له في آخرته. تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان وغايتان، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم، أي ثوابه لقراءة البقرة. ولهذا العاقل الموفق الذي يستجمع من العمل الصالح في الدنيا لينجو ويستأنس بعمله في الآخرة في الأيام الطوال. والمحروم من حرمه الله، والموفق من وفقه الله. نعم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا. نعم. هذا حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير بن عوان، وبه يكنى. والزبير أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فداه النبي بأبيه وأمه، وهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. ولم يفد النبي بأبيه وأمه جميعا إلا اثنين من الصحابة، عبد الله سعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام. قال: دعاني يوم الجمل، والجمل سمي باسم جمل عائشة رضي الله عنها، فقد خرجت من مكة إلى الكوفة أو إلى البصرة تطلب بدم من؟ بدم عثمان لما قتلته الخوارج الدهماء. وخرجت معها حفصة، فلحق عبد الله بن عمر أمهات المؤمنين إلى قرن المنازل، وقيل إلى حضن، جبل حضن الذي من بلغه بدأ بنجد، لقول عمر: من أحضن فقد أنجد. فما زال بهما يرجعهما، فأبت عائشة إلا أن تمضي، وقوي ابن عمر على أخته حفصة. في تلك الليلة اجتمع الصحابة عند عائشة، اجتمع الزبير وطلحة وعلي بن أبي طالب، وتواردوا واتفقوا على أن ينصرفوا وألا يكون بينهم قتال. فطن لهذا الغوغائية الخوارج، وقالوا: إذا اتفقوا رجعوا علينا. فمضوا فنشبوا القتال. فقال الزبير لابنه عبد الله: ما أرى يقتل في هذا الموضع إلا ظالم أو مظلوم، لأنهم إنما خرجوا يطلبون دم عثمان. وما أراني يا بني إلا أني مقتول. وهذا من الكرامة التي يجعلها الله لوليه، يحس بدنو أجله. وبالفعل ولوا لما حصل الأمر، رجع فلحقهم الخوارج فطعنه، وقبره في جنوب البصرة في الزبير، سميت البلدة باسمه، لكنهم أضافوا على هذا القبر قباب وأضرحة، وبنوا عليه مسجدا طريقة أهل الشرك لا طريقة أهل التوحيد والإيمان. الشاهد منه أنه أوصى لدينه، إذن عنده أمانات دين أخذها من الناس، فأوصى لدينه أن يوفى،
وكان من ذوي اليسار كما يأتي. نعم. وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني بع مالنا واقض ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله. أوصى بالثلث وثلثيه لبنيه، يعني أوصى بالثلث للقرابات لغير الوارثين، والثلثين المتبقيين لمن للورثة، لأنه لا يجوز أن يزيد في وصيته عن الثلث. والعلماء اختلفوا ما الأفضل في ما يوصي به الموصي، فمنهم من قال الثلث، ومنه فعل الزبير فإنه أوصى بالثلث، ومنهم من قال دونه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وقد أوصى الصديق بخمس ماله، قال: أرضى لنفسي ما رضيه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الحين كم واحد منكم تكتب وصيته يا أخواني؟ هذا السؤال مهم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما من مسلم عنده شيء يوصي به إلا وتمر عليه ليلتان ووصيته مكتوبة عند رأسه، لكن نسوف ونأجل، ومما تكتبه ديونك التي لك والتي عليك، حتى تسهل على أبنائك في أمر قضاء دينك واستيفاء ديونهم وحقوقهم من بعدك. الواحد مطيل العهد يقول: لا توي ريض. أبو 20 يقول: بازيلي 60 حتى أصل 80. أبو 80 يقول: لا توي باصل 100. لماذا؟ لأنه يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. تونا يرى الناس يتخطفهم الموت يقول: تونا. وهذا ليس من العقل ولا من البصيرة ولا من الإيمان، بل تهيأ واستعد لهذه الرحلة، ومنها هذه الوصية: أن تكون على الوجه الشرعي، وأن تكتب ديونك التي عليك وديونك التي لك، ما تتعب من وراءك. وابن الزبير فعل وصية أبيه، فإنه قال: لعل مالنا يوفي بهذه الديون، وكانت له أموال ضياع بلغت مبالغ عظيمة كما سيأتي، منها 2,000,000 وزيادة من الدراهم. وأخر عبد الله بن الزبير تقسيم الميراث 4 سنين، كان ينادي في كل سنة في الموسم: من له على الزبير دين فليوافنا. ثم بعد ذلك قسم الميراث على 9 من الأولاد ومثلهن من البنات. نعم. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. يجوز يوصي لأبناء ابنه. من شروط الوصية أنه لا يجوز أن يزيد في وصيته على الثلث. الشرط الثاني أن لا يوصي لوارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أوصى بالثلث في أعمال الخير، وثلث الثلث لبني عبد الله ابن الزبير، لا يرثون من جدهم الزبير مع وجود أبيهم وأعمامهم، يحجبهم من أعمامه، أعمامهم تحجبهم. فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، يحجبه الابن. نعم. فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله. إذن يبدأ بقضاء الدين، ولهذا أول الحقوق المتعلقة بالتركة مؤونة التجهيز، ثم الديون المرسلة للناس، ثم دين رب العالمين، ثم الوصية، لأنه بعد الديون قال: فثلث الثلث لبنيك. متى يحسب الثلث؟ ما هو عند الموت، بعد استيفاء الديون التي تسدد عن الميت، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. الحق الخامس حق الورثة في تقسيم إرثهم. ووصيتي لكم يا أيها الإخوة أن يسعى في تقسيم الميراث مع برد مع حرارة الموت قبل أن يطول عليها الزمان،
فإنه في حرتها النفوس مقبلة ورقيقة تتسامح تتدافع الشيء. أما إذا أخروه بعد موته بمدد جاءت المشاكل، فإذا مضى ذلك الجيل وجاء الجيل الثاني المشاكل أكثر. وهذه المحاكم الآن أنت بهذه القضايا، ولهذا اسعوا فيها من أول الأمر. ومما يسعى به أولا ما عليه من ديون. من لطيف ما يذكر، لما توفي والدي رحمه الله اتصلت على الشيخ محمد بن عثيمين وهو زميله وصديقه قبل أن ندفنه، فاستوصيته قال انظر إنسان عليه دين بادر فيها الآن قبل المباشرة بتغسيله وتكفينه ودفنه، هذه السنة حتى تبرد عليه جلدته كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا ما يتأتى يا أخواني إلا إذا أعان المورث مورثه بالكتابة. خلك دفتر تقيد فيه في محل معلوم يعلمه من تثق به من ورثتك. إن كان لك ديون اكتبها، عليك ديون سجلها، سددت اشطبها، تريح نفسك وتريح غيرك. لا تقول بحطها بالجوال، الجوال يجيه فيروس ويطير. اكتبها، لأن الله أمر بكتابة الدين. إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فإيش؟ فاكتبوه، لأن هذا أدعى للوفاء به. أي نعم. وكان بعض والد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. وازاهم يعني في أعمارهم. الزبير فحل، تزوج 4 من النساء، وبيأتينا الآن أن نصيب الواحدة 1000 1000، سم 1000 1000 مليون. هذه أخذت كم؟ 1/4 الثمن، الثمن 4 ملايين. أربعوا أضربوا 4 × 8 تطلع لكم ناتج تركة الزبير رضي الله عنه. نعم. وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. نعم، استعن على ما تعجز من قضاء ديني بمولاي، بالله دعاء وسؤالا. هذا من حسن الرجاء وصدق الظن بالله، هذا على مشارف الآخرة. لم يسئ ظنه بربه، استعن على قضاء ديني بالله. ظن ابن الزبير أن مولاه ناس نعتقهم، وإذا مولاه ربه جل وعلا. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا يذكر بوصية عمر رضي الله عنه لما طعن وكان عليه ديون 80,000 لمصالح الناس تدينها ولي أمر المسلمين. قال انظر في مال آل الخطاب، يعني مال عمر وعياله، فإن وفت وإلا فانظر في مال بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم في وفاء ديونهم. وهذا من حرصهم على الأمانة أن يؤدوها وأن يفوا بها وألا تتحملها ذممهم. يوم تساهلنا بهالذمم يا أخواني ما يطلع الحق من الواحد إلا بقطعة السبت. هذا إذا سلم من المحاكم ومن الطلائب. فيا لله ما أزرى هذه الدنيا وما أحقرها وما أعظم هؤلاء الرجال اللي همهم النجاة والفكاك والتخفف من هذه الأمانات والديون. نعم. قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. الله مولى الذين، الله ولي الذين آمنوا، هو مولى المؤمنين. وفي يوم أحد لما كان من شأنه ما كان صرخ أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجيبه؟
فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. بعض أخواننا الآن يتساهل، يا مولانا يا مولانا، الله المولى. ترى ما جاءت هذه التزيدات بالألقاب إلا بالفشخرة الفاضية والمبالغات الكاذبة، فأورثت عجبا وكبرا. مولانا هو الله ومولاي هو الله، كما قاله الزبير لابنه عبد الله رضي الله عنهما. نعم، قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه الله أكبر فيقضيه. الله أكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بس تبي قلب صاحي محسن بالله ظنه، صادق بالله رجاءه، معولا بالله أمله وقصده، ما هو بيدعو من طرف اللسان يا أخواني. نعم، إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا، ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة. نعم، منين جت الديون على الزبير؟ له مال بالغابة، حديقة في الغابة شمال المدينة، بيعت بمليون وسبعمائة كما يأتي، وأحد عشر دارا لأنه ذو عيال، وأرض بالبصرة، وأرض في مصر. جاءته الديون، كان الناس يأتون يودعون عنده المال، يحفظه لهم، ما عندهم بنوك، فيقول لا، أخذه منك بسلف قرض، أخشى عليه الضيعة، لو خليته ما اشتغلت بيضيع. فتحمله الزبير من الناس دينا وقرضا وسلفا. نعم، فيقول الزبير لا، ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ولي أمارة يجيه منها شيء، ولا جباية سعاية يعطى منها على سعايته، ولا وظيفة إلا ما كان من غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه من أين؟ يأتيه من هذا، من الغنائم. وأما الأرض والدور فمما نفله إياها الخلفاء، وهو في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وما اتسعت الدنيا إلا في خلافة عمر وعثمان. نعم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، فلقي ألفي ألف، كم ألفي ألف؟ مليونين وكم؟ ومئتي ألف. ديونه بأمانة الناس مليونين ومئتي ألف درهم. نعم، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت مئة ألف. ليش كتم؟ مروءة، ما هم حمل الناس ما لا يحتمله، لأنه يعلم أن حكيم سيفي، حكيم الأمور وسط، لأن حكيم لا يسأل شيئا. وفيه أن الأصحاب والخلان الأوفياء الذين ينفعون أخاهم في حياتهم وبعد مماتهم، ما هو بالنفع بالشحم واللحم، لا، بما ينفعهم في آخرتهم. فسأل حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير كم على أخي من الدين، فقال مئة ألف، كتم، لأنه يطمع بالوفاء ويعلق رجاءه وأمله بالله، برب الزبير. نعم، فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا. يعني ما أنتم عاجزين عن مئة ألف، شلون عاد مليونين ونص ومئتين ألف؟ تعجزون عن هذا رضي الله عنهم. نعم، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد، يعني اشتراها بمائة وسبعين ألف درهم، وباعها لما كثرت النعم
والأموال بكم؟ فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، يعني مليون وكم وستمائة. كم ربح بها؟ بيطلع الحرب رجال الحين، طلعوا أهل العقار وأهل كم أضعافها؟ من 170 إلى 1,600,000، حول 10 مرات. الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا. أنت أظنك سرحت، قاعد تتحسب إلى ما فاتك القطار. الديون 2,200,000، وباع أرض الغابة 1,600,000. وش رأيك؟ تمام؟ نعم. فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، هذا الذي مات جعفر في مؤتة وترك ولدين وبنت، هذا عبد الله، وكان يطلب الزبير 400,000. نعم. وكان له على الزبير 400,000. فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن لا إله إلا الله، هذه المروءة أتركها لكم، لأن عبد الله بن جعفر أوسع الله عليه، كان من أكرم الناس، وكان الملوك والخلفاء يحبونه. قال: إن شئتم تركتها لكم. الأمر واسع. أبى عبد الله بن الزبير، قال: لا. نعم. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. يعني آخر من توفون أنا. هؤلاء أهل المروءات، ما هو بأهل الحماقات. نعم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منه 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذته 50,100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ باع نصيبه، يعني اشترى من معاوية نصيبه. أبو 150 شراب كم؟ 600. نعم. وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,100,000. يعني 1,200,000 نصيب كل واحدة، رضي الله عنه. نعم. فجميع ماله 50,100,000، رواه البخاري. كم هذا يا مجذوب؟ 50,200,000 من الدراهم، هذا مجموع تركته 50,100,000، تركة ابن الزبير بعدما أوفيت عنه ديونه، وفيه أنه يؤخر تقسيم الميراث حتى يوفى عنه الدين لفعل عبد الله بن الزبير، من غير أن يضار بذلك الورثة. فإن كان فيه مضارة فينتدب إلى الديون وتحاصص، وما بقي يقسم على الورثة تولاه الحاكم الشرعي. ففي هذا الحديث دلالة على ما ترجم عليه في الباب من أداء الأمانات، وأماناته إنما هي أسلاف وأقراض يستودعها الناس عنده، فلا يأخذها على أنها وديعة، وإنما يأخذها على أنها سلف وقرض. فرضي الله عنهم وأرضاهم.
ونعوذ بالله أن تغرينا هذه الدنيا بزخرفها، وأن تلهينا بزينتها، وأن يجعل حظنا منها البلغة إلى الدار الآخرة التي نعيمها دائم وأجرها مستمر، كما أن عذابها دائم مستمر على أهله عياذا بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم يوم جيت قال اقعد انا بروح اجيب ودينا، كل يوم جاء ولا قاعد انا اكتب، قال مش اكتب، قلت اكتب انه علي 50,000 لك عشان اعطيك اياها، قال وين كتبت؟ قال لي يوم اخذها يفكر، قال انت في عيالي يطاردونك يا مت، انسان انا حي الله يجزاك خير جيبها اذا انت حي، وانسان انا ميت الله يجعلك بحل، وإنسان أنت ميت الله يجعلك بحل، موجودين يعني. أي حقيقة يعني الحمد لله خير موجود ولا الحمد. طيب لا أنت وتقول إنه يعني حكاية يعني يوم قال الورث وما الورث، أحسب عندك سؤال يا الحماد، ما عندك سؤال، عندك سالفة وقصص، تبون القصص عندكم الحماد، ترى عنده إن شاء الله وش كثر السواليف. لا 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 فائدة يا شيخ الله يحفظنا. نعم. ها لا نعلم عن طوله، ما أعرف الأحاديث ما جاء في ذكر طوله، إنما الذي جاء فيه وصف لا يتعلق بطوله. نعم. سم سؤال ولا قصة؟ زين. عليكم السلام. آمين. أنتم اهتميتوا بهالميراث ولا اهتميتوا بالأمانة؟ ترى الباب للأمانة يا أخواني، ما هو بالدراهم والدنانير، لا تنعطف قلوبكم إلى هذه الدنيا، الباب للأمانة والوفاء بها، من قسم ميراثه في حياته صح ذلك بالقسمة الشرعية، ويستخلص الثلث حتى يستثمره له في حياته درا وفي أعمال الخير، نعم هذا عملا طيب، لكن ينتبه للديون، الديون مهمة تقييدها وكتابتها يا أخواني. سم أي إذا قسم ميراثه على أبنائه في حياتهم ورزق بهم يحاصصونهم من ميراث أبيه، نعم يحاصصونهم محاصصة، لأن العبرة بالميراث سواء قسم قبل أو بعد. والأمر اللي أشار له الحماد وذكره موجود الحمد لله عند كرام الناس لا عند أرذالهم، عند الكرام يوسع الله عليهم ودفاترهم شطب مشطبين في أديون الناس، وهذا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من قبلنا، رجل يوصي عماله من وجدتوه ذا يسار فاستوفوا منه وذا إعسار فاتركوه وأمهلوه، فيقول الله جل وعلا في علا أنا أولى بالإمهال من عبدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.